مرحب أحبيبي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم حلو جدا سهل وبسيطة وما بتاخد وقت معنا أبدا بالتحضير. كتير كتير طيبة وبتتحضر بوقت كتير صغير. هيدا الشكل، بتعقد كتير كتير طيبة وبسيطة. هيدا الحلو رح تعجب الكبار والصغار. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. عنا بسكوت، كوب حليب، 50 جرام شوكولا، ملعقة طعام مليانة نشا، ملعقتين طعام سكر، ملعقة طعام كاكاو. كمان عنا كوب حليب، 50 جرام شوكولا بيضة، ملعقة طعام سكر، ملعقة طعام نشا مليانة، وظرف كريم كراميل. بنحط كوب الحليب، نشا، سكر، الكريم كراميل. خلطه مع البارد. بحركهم تحريك مستمر على الغاز. بعد ما سخن عنا الخليط قبل الغليان، هلأ بحط الشوكولا البيضة. بحرك ليدوب عنا الشوكولا. بس دابت عنا الشوكولا وصار القوام بهيدا الشكل جمد عنا، هلأ بطفي الغاز. بحط بالصينية بسكوت، حطيت تقريبا نص الخليط. بحط بسكوت، هلأ بدنا نعمل خليط الشوكولا. حط بالطنجرة الحليب، سكر، نشا، الكاكاو. بنحركهم شوي على البارد. بنحركهم تحريك مستمر على الغاز. قبل ما يشتد عنا الخليط بحط الشوكولا. بستمر بالتحريك. بس اشتد عنا الخليط وصار بهيدا القوام، هلأ بطفي الغاز. إذا لاحظتوا حلو كتير كتير سهل وبسيطة، ما بتاخد معنا وقت بالتحضير. هولي عشان برد وجمدوا رح سخنهم شوي على الغاز ليرجعوا يرخوا عنا. حط الطبقة الصفرة كمان. تقريبا بتاخد معنا بالتحضير حوالي 5 دقايق. أكيد كل ما زدتوا الكمية كل ما زاد الوقت عنا. بنحاول نشتغل فيها للحلو بسرعة عشان ما يبرد عنا الخليط اللي عملناه، خليط الكريم كراميل وخليط الشوكولا. بحطها على جنب لتبرد بحرارة الغرفة وبرجع بحطها بالبراد ساعة.
هيدي الحلو بعد ما حطيتها ساعة بالبراد وجمدت منيح، بزينها برش شوكولا أبيض وشوكولا. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.